يعني ما شاء الله تبارك الله مغايرة لكنها ملفتة أيضا. شكل زواج مواطن سعودي بسيدة فلبينية في محافظة طريف شمالية السعودية. هذا الزواج شكل لدينا صورة ذهنية جيدة ولله الحمد لزواج السعوديين بالأجنبيات، لكل من يعرفهم أو يلتقي بهم بسبب التعايش الجميل بين الزوجين. أكيد حنشوف تفاصيل قصة هذين الزوجين مع الزميل منصور المزهم في هذا التقرير. في أسياب وممرات هذا المستشفى الشمالي السعودية كان اللقاء الأول لهذا المواطن السعودي بهذه السيدة الفلبينية التي تعمل ممرضة في ذات المستشفى. لقاء جمعهم بالعمل وانتهى بقصة حب وزواج نتاجها إسلام هذه الفلبينية التي أنجبت له أولاده الثلاث. بالنسبة لزواجي من الفلبينية كان تقريبا قبل 10 سنوات تعرفت عليها في المستشفى، كنت شغال موظف استقبال. بعد ما تعرفت عليها فترة زرت أهلها بالفلبين وشفت وضعها المجتمعي كان كويس وجيد. بعدها بسنة رحت الفلبين وخطبتها من أهلها، فكانت فيه شروط وكانت فيه أمور كثيرة. فمن ضمن شروطي أنا قلت لهم يعني البنت لازم تدخل الإسلام وتسلم، والحمد لله البنت دخلت الإسلام وأسلمت وتزوجتها على سنة الله ورسوله، والآن هي بين أهلها أمي وأبوي عدينها واحد من عيالهم، فهمت علي؟ ويا ربك الحمد وعايشين ومستانسين وأمورنا طيبة. وتطبعت بطبعنا طبع أهل الشمال اللي هو طلعت البر والغنم والفقع والربيع طال عمرك، وصارت هاوية بر على مزيد. ف يعني عدينا أهلي واحدة من بناتهم، والله مو بس يعني حتى المجتمع القريب منا والبعيد. وبعد ذلك حتى اللكنة الشمالية صارت تقريبا تتقنها والحمد لله، والآن ما نقص شيء، ما نقص الجنسية وبدين البجرات، وإن شاء الله أن الله يتمم على خير. تحب أم فهد الفلبينية حياة أهل الشمال والبادية رغم أنها تسكن في فلة مع زوجها داخل محافظة طريف. هنا تستمتع أم فهد برعاية أغنامها وقت فراغها، وتحب البر والمكشات، وتجيد بمهارة طبخ الأكلات الشعبية والقهوة الشمالية أيضا. كانت كيف تسوج السعودية شنق نسبة الأقبار السعودية يضرب السوجته، بس الحمد لله كان متسوج أكثر من 10 سنوات وما شوف الهاج هذه. وعندي 3 عيال ومبسوطة وخليت منها جنسية سعودية. وجوه أطفال هذه العائلة تؤكد أن الحب والتفاهم هو المعجزة التي تجمع بين الأزواج مهما اختلفت بينهما البلدان والألسن والأشكال أيضا. MBC منصور المزهم طريف.